الهتاف السلام عليك يا ممتلئ نعمة الرب معك. استبشري أيتها الأرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماوات مجد الله. كيف تدرين لبنا أيتها العذراء النقية؟ إن اللسان البشري يعجز عن وصف ذلك، فإنك ظهرت شيئا غريبا عن الطبيعة يتجاوز حدود ناموس الولادة. فلذلك بحق واجب تسمعين الهتاف السلام عليك يا ممتلئة النعمة الرب معك. استبشري أيتها الأرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماوات مجد الله. إن الكتب الشريفة التي وضعها الله قد تكلمت عنك على طريق الرمز يا أم العلي. إن يعقوب حين رأى قديما السلم التي تقدمت فرسمتك هاتف يقول هذه مصعدة إلى الله ومن ثم بحق واجب تسمعين الهتاف السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. استبشري أيتها الأرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماوات مجد الله. إن العليقة والنار قد كشفتا لموسى كلم الله معجزة عجيبة، فطفق يلتمس على ممر الزمان نجاز ما رأى فقال إني سأعين ذلك في فتاة الله النقية التي تصير والدة الإله فتحيى بالسلام. هكذا السلام عليك يا ممتلئة النعمة الرب معك. استبشري أيتها الفرا أيتها الأرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماوات مجد الله. لقد دعاك دانيال جبلا عقليا واشعياء والدة الإله ورآك جبلا
فرعون جسدا وسماك داود مقدسا وآخر بابا، أما جبرائيل فقد هتف نحوك قائلا السلام عليك يا ممتلئ نعمة الرب معك. إن والدة الإله تابوت حي نطيق، فلا تلمسنها أبدا يد دنيسة. أما شفاه المؤمنين فلترنمنا لها بصوت الملاك بدون صمت هاتفة عن سرور. السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. أيضا بسلام إلى الرب نطلب كيرية أليسون وخلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. قداسة الطيلة فات بركات المجيدة سيدة وتلاء الدائم بتيت مريم معجم لك تسينا والفائن قدسها والدة الإله قلصينا لك يا الرب لأنه لك تحب السموات ولك نفس المجد والآب والابن والروح القدس أنا وكل وان وإلى دار الدائرين آمين. إن قائد القوة الملائكية أرسل من قبل الله ضابط الكل إلى العذراء النقية ليبشرها بالعجب الغريب الباهر وهو أن الله يصير منها طفلا بلا زرع كإنسان وذلك لكي يعيد جبلة كل جنس البشر فاستبشروا يا شعوب بتجديد إبداع العالم. السلام عليك يا والدة الإله يا نجاة آدم من اللعنة. السلام عليك يا أم الله العفيفة. السلام عليك أيتها العليقة الحية الناطقة. السلام عليك أيتها المصباح. السلام عليك أيتها العرش. السلام عليك أيتها السلم والباب. السلام عليك أيتها المركب الإلهية.
السلام عليك أيتها السحابة الخفيفة السلام عليك أيتها الهيكل السلام عليك يا جرة كل هذا ذهب السلام عليك أيتها الجبل السلام عليك أيتها الخباء والمائدة السلام عليك يا عتق حواء النفس كل نسمات فلتسبح الرب سبح الرب من السماوات سبحوه في الأعالي لأنه لك يليق التسبيح يا يا جميع ملائكته سبحوه يا سائر قواته لأنه لك يليق التسبيح يا على مقدرته سبحوه نظير كثرة عظمته لقد انحدر جبرائيل من القناطير العلوية مقبلا إلى الناصرة إلى العذراء مريا وهتف نحوها قائلا السلام عليك أنك تحبلين بابن أقدم من آدم هو صانع كل البشر ومنقذ الهاتفين إليك السلام عليك يا ناقيا سبحوه بلحن البوق سبحوه بالمزمار والقيثارا لقد وفى جبرائيل من السماء يحمل البشرى للعذراء وهتف نحوها قائلا السلام عليك إنك تحبلين في الحشا بالذي تسعينه أنت ولا يسعه مكان وتظهرين حاملة بالذي أشرق من الآب قبل كوكب الصبح سبحوه بالطبل والدفور سبحوه بالأوتار وآلات الطرب لقد انحدر جبرائيل من القناطير العلوية مقبلا إلى الناصرة إلى العذراء مريم وهتف نحوها قائلا السلام عليك إنك تحملين بابن أقدم من آدم هو صانع كل البرايا ومنقذا هاتفين إليك السلام عليك يا نقيا
سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. إن الكلم المساوي للآب الأزلي في الأزليات قد حضر عن فرط تحنن إلى الذين هم تحت أسفل، ولم ينفصل عمن هم من فوق في العلا، فإنه رائف بنا لزلتنا وسقوطنا، فاتخذ مسكنة آدم متصورا بالصورة الغريبة عنه. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدهرين آمين. اليوم يعتلن السر الذي منذ الدهر ويصير ابن الله ابن البشر، حتى أنه باتخاذه من الأدنى يمنحني من الأفضل. إن آدم اشتهى قديما أن يصير إلها فخاب ولم يصر، فصار الإله إنسانا لكي يجعل آدم إلها. فلتفرحن الخالق ولترقصن الطبيعة طربا، فإن رئيس الملائكة تمثل بخشية لدى الحاذرة، وأهداها بالسلام الفرح عوض الحب. فيا إلهنا الذي لأحشائي رحمته تأنى سال ما أجد لك ضيق صاسيت ضيق صاسيت فاس ضيق سبحك نباركك نسجد لك
نمجدك نشكرك من أجل عظيم جلالك. Βασίλευ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ πάντο κράτων, Κύριε ιεμονογένες, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. أيها الرب الإله يا حامل الله يا ابن الله يا حامل خطيئة العالم ارحمنا يا رافيع خطايا العالم. Προσδέξε την θέση νήμων ο καθημένος εκ δέξη για του Πατρός και με Ιησόν ημάς. Λιάννακα أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب. آمين. حثك أستي نمران إفلايسوس كالسون το όνομα σου εις τον αιώναν και εις τον αιώναν το αιώνος. Αχύλνα για Ρα أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ελετών και δε δοξασμένον το όνομά σου εις τός αιώνας. Αμήν. Λιτακούν ιά Ραμπού ραχμετούκα αλέινα كمثل اتكالنا عليك. افلايتوس كيريه ذي ضاكسون من تذيك يوم تاسو مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. إفلايتوس كيريه ذي ضاكسون من تذيك يوم تاسو. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنني قد خطئت إليك. Προσέγγατε φύγων
ذي ضاك صون من توبي تو ثالي ماسو اوتي سي اوثا يوزمو لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور فراتين طوال يسوع تزكي نسكوسي Agios Agios Iskiros Agios Athanatos Eleison Imas Kudoson Illa Kudoson Ilqawi قدوس الذي لا يموت رحمنا آجيوس أوثيوس آجيوس إسخيروس آجيوس أثاناتوس إليسون المجد للآب والابن والروح القدس منين كأي كيستوس يونس تون يون آمين قدوس الذي لا موت رحمنا بالنعمة أبشر
لذلك نحن معه فلنهتف نحو والدات الإله. افرحي أيتها الممتلئات نعمتان رب معي. بركة هي مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. سلام إلى رب نطلب. كيريا إليسون. من أجل سلامنا الأولى وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. أجل سلام كل العالم وحسن ثباتك نائسلا المقدسة واتهاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل المسيحيين الحسن لعبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل ملوكنا الحسن لعبادة المحفوظين من الله وكل بلادهم وجنودهم إلى الرب نطلب. يا رب وزارتهم في الحروب وإخضاع كل عدو ومحارب تحت سلطاتهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين ساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأحياء وخصب الأرض بثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سائرنا في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمدنيين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنيامتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة طاهرات الفائقة البركات المجيدة سيداتنا والدة الإله خلصينا. مع جميع القديسين لنودي نفوسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح لله. لك يا رب. لي
لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود. أيها الآب والابن والروح القدس والآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. اللهم أعط حكمك لملكك وعدلك لابن الملك. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا، لتأخذن الجبال سلاما للشعب والتلال عدلا. Tes presvijestis teotorku soter sosonimas. Zashiru min yawmin ila yawm bikhalasi ilahina. Bishafaati walidati ilahiyya mukhalisu khalisna. Halafa rabbu li daud haqqan ولا يخلف به. تس برزفيس تس تيوتوكو ساتر ساسوني ماس. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان إلى دهر الداهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام من الرب نطلب. كيري خلصينا. نعود أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب ولك الملك والقدرة والمجد والآب والابن والروح القدس أنا وكل وان ولدهر الداهرين. آمين. ينزل مثل المطر على الجزة ومثل القطر القاطر على الأرض. خلصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرى لك هللويا. لقد قدس العلي خباءه سوسوني ماسي يثيوم أذيما سار كوثيس سالون داسي هللويا. الله يأتي علانية إلهنا ولا يسكن. خلصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرتل لك هللويا. يشرق في أيامه العدل وكثرة السلام سوسوني ماسي يثيوم أذيما
سار كوثيس سالون داسي هللويا. المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائل لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصينا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا إلهيسون خلص والحب وحفظ الله بنعمتي يا رب رحم عددكنا كل يد القداسة الطيلة الفائتة بركات المجد أيتها الفائقة السهى والدة الإله خلصينا لنود أنفسنا وبعضنا بعضا وجميع أعيادنا للمسيح الإله لك يا خلاصينا وإعلان السر الذي منذ الدهور فإن ابن الله يصير ابن البتول وجبرائيل بالنعمة يبشر لذلك نحن معه فلنهتف نحو والدة الإله افرحي أيتها الممتلئة نعمة الرب معي خلصنا يا ابن الله يا من تجسد من أجلنا لنرتل لك هللويا.
خلاصنا وإعلان السر الذي منذ الدهور، فإن ابن الله يصير البتول وجبرائيل بالنعمة يبشر، لذلك نحن معه فلنهتف نحو والدات الإله. افرحي أيتها الممتلئات نعمة الرب معك. إني أنا مدينتك يا وليدة الإله، أكتب لك راية الغلبة يا جندية محامية، وأقدم لك الشكر كمنقذات من الشدائد، لكن بما أن لك عزة التي لا تحارب أعتقيني من صنوف الشدائد حتى أصرخ إليك. افرحي يا عروسة لا عروس لها، إلى ربنا أطلو يا رب ارحم، لأنك قدوس أنت يا إلهنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدوس ولنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس Oh.
الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين قدوس الذي لا يموت رحمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين يا إخوة إن المقدس والمقدسين كلهم من واحد فلهذا السبب لا يستحي أحد أن يدعوهم إخوة قائلا سأخبر باسمك إخوتي وأسبحك في الكنيسة وأيضا سأكون متوكلاً عليه وأيضاً ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الله إذن إذ قد اشترك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو كذلك فيهما لكي يبطل بموته من كان له سلطان الموت أي إبليس ويعتق كل الذين كانوا مدة حياتهم كلها خاضعين للعبودية مخافة من الموت فإنه لم يتخذ الملائكة قط بل إنما اتخذ نسل إبراهيم فمن ثم كان ينبغي أن يكون شبيها بإخوته في كل شيء
ليكون رئيس كهنة رحيما أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه إذ كان قد تألم مجربا فهو قادر أن يغيث المصابين بالتجاري Alleluia, المجد لك يا رب المجد لك في ذلك الزمان حبلت إليصابيث امرأة زخرية فاختبت 5 أشهر قائلة هكذا سنى بي الرب في أيام التي نظر إلي فيها ليصرف عني العار بين الناس وفي شهر السادس أرسل الملاك جبريل من قبل الله إلى مدينة في الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم العذراء مريم فلما دخل إليها الملاك قال السلام عليك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم فإنك قد نلت نعمة لدى الله وها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا سيكون عظيما وابن العلي يدعى وسيؤتيه الرب ولله عرش داود به ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه انقضاء فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لا اعرف رجلا فاجاب الملاك وقال لها إن روح القدس يحيل عليك وقوة العلي يذللك ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله وأنا إليصابيث نسبتك قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوخها وهذا الشهر هو السادس لتلك المدوة آخرا لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله فقالت مريم ها أنا أمة للرب فليكون لي بحسب قولك وانصرف الملاك من عندها المجد لك يا رب المجد لك
الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. باسمي واسم رئيس كهنتنا قدس الاشمندريت انيكينديوس نقدم احر التهاني لهذه الطائفه الغاليه على قلوبنا، وباسمي ايضا وباسمي واسم اخي الاب يوسف حمارني نقدم بالشكر الجزيل الى الشاشه التي وصلت الى بيت كل مسيحي النور سات التي عملت بإرسال أو زرع الكلمة في كل بيت في هذا العالم عامة العربي وغير العربي في الشتات لأبنائنا، أرسلت لهم الكلمة وعلمتنا. وأيضاً نشكر إذاعة صوت الكنيسة التي شاركتنا هذا اليوم بعيد البشارة، بشارة العذراء بالحبل بالإله المخلص الذي جاء ليخلصنا أجمع. وأيضاً نطلب من العلي القدير المتجسد اليوم بحفظ هذه البلاد من السوء والغدر، ويعطيها الخير ويكون دائماً رئيس هذه البلاد محفوظاً من الله وحكومته وجيشه الكريم. في هذه الأيام المباركة ونحن ندخل مع السيد المسيح أورشليم لكي نصلب معه ونقوم معه، اليوم نتذكر أيضاً التجسد الإلهي. فعندما سمعت العذراء مريم الملاك قائلا لها قوة العلي تضللك، المولود منك يدعى ابن الله، هذه الكلمات جاءتنا قبلا في العهد القديم، فالكتاب المقدس كتب الأنبياء نبوات خاصة بميلاد السيد المسيح وطفولته. أشعياء 7:14 قال: ها إن العذراء تحبل وتلد ابناً يدعى مانوئيل، مخايا أما أنت يا بيت لحم فليست بصغرى، هوشع دعوت ابني من مصر أو من مصر دعوت ابني، أرمياء صوت سمع في الرامة، نواح وبكاء، راحيل تبكي على أولادها وأبت أن تتعزى، وجاءنا المعزي الطفل المولود. تحققت هذه النبوات في ميلاد وطفولة السيد المسيح، كانت عملية ميلاده بكاملها مبادرة الله وعمله المقدس، فقد جلبت قوة الله الحي القدير العاملة بروحه القدوس حبل العذراء بطريقة إعجازية غير طبيعة بدون تدخل رجل أو أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس، متى 1:18. المسيح السيد هو الابن الوحيد لله الآب بنوة حقيقية روحية فريدة من نوعها. السيد المسيح هو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، متى 1:23. في تجسده أخلى الابن الله الأزلي ذاته صورة ليأخذ صورة الإنسان، فيلبي 2:5. يشوع هو الأصل العبري لكلمة يسوع، يسوع ويشوع هي كلمة واحدة معناها في العبرية الله يخلص، وندعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، متى 1:21.
معنى كلمة المسيح الممسوح بالروح القدس الله الحي. ميلاد السيد المسيح من العذراء يؤكد ويوطد لنا حقيقتين على درجة كبيرة من الأهمية. الحقيقة الأولى إن السيد المسيح طبيعة بشرية كاملة أخذها من والدته السيدة العذراء مريم التي أعطته ميلاده البشري. الحقيقة الثانية إن السيد المسيح أيضاً هو طبيعة إلهية كاملة، لأن ميلاده تم بطريقة إعجازية فريدة من نوعها في تاريخ البشرية جمعاء. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تيموثاوس الأولى. اتحدت الطبيعتين في شخص السيد المسيح بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. قبلت العذراء السيدة مريم بإرادتها الحرة مشيئة الله لها بخصوص حبلها المقدس الفريد، نوعية بلا خوف من عار قد يسببه ذلك لأنها لم تكن قد تزوجت بعد، وكانت مسكناً لجنين السيد المسيح لمدة 9 أشهر. يشير هذا إلى أن السيد المسيح هو المسكن الزمني الأبدي المؤبد به يحيا في حياة شراكة معه. السيد المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. ولد السيد المسيح حمل الله في مذود المواشي، لوقا 2:77. ولقد أعلنت الملائكة ميلاده أولاً للرعاة مبتبنين يحرسون حراس الليل على رعيتهم، لوقا. يشير كل هذه تقدمة السيد المسيح لنفسه على الصليب ليكفر خطايا المؤمنين به. وأخيراً نقول حمت الملائكة الله الحي السيد في ميلاده وفي طفولته من يوسف الذي انتدبه الشك في عفة القديسة العذراء مريم متى، ومن هيرودس الملك الذي أراد قتل الطفل يسوع. وهكذا نحن نؤمن بك أيها الله الآب المتجسد من العذراء، وأقول لكم جميعاً كل عام وأنتم بخير. وأذكر أيضاً إن هذا اليوم هو ذكرى لتأسيس هذه الكنيسة، هي السنة الثالثة على التوالي لبدء القداديس والبركة في هذه الكنيسة. تنعاد عليكم بالصحة والسلامة، أسبوع مبارك مجيد عليكم، أسبوع الآلام المقدس. ربنا يبارككم ويحفظكم، وكل عام وأنتم بخير. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرسل لك المجد أيها الآب والابن والروح القدس والآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الممثل أني
Thank you.
الأرثوذكس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن لبعادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائهم وأولادهم جميع الذين يخدمون ويرتلون فيها ليذكر الرب الله في ملكه السماوي كلهن الآن وكل وان وإلى دهر الدهرين. آمين. آمين. جميع الذين ساهموا في بناء هذه الكنيسة المقدسة مع جميع راقدين من آبائنا وإخواتنا في هذه المدينة وفي عالمك أجمع ليذكر الرب الله في ملكه السماوي كلهن الآن وكل وان وإلى دهر الدهرين. آمين. تحتاف حوله مراتب الملائكة بحال غير منظور. هللويا نكمل نكمل طلبتنا للرب كيريا الايسون هذه القرابين المكرمة الموضوعة الرب نطلب يا رب رحم هذا البيت المقدس الذين يدخلون إليه بإيمان ورعن وخوف الله ربي نطلب كيريا الايسون نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشده ربي نطلب يا رب رحم وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك كيريا الايسون أن يدخل ظهرنا كله كاملا مقدسا سلاميا بلا خطيئة ربي نسى استجب يا رب سلاما مرشدا امينا حافظا نفوسنا اجسادنا ربي نسى استجب يا رب كان صفا عن ذنوبنا ربي نسى استجب يا رب موافقات نفوسنا السلام العالمي من الرب نسى استجب يا رب زمان حياتنا بسلام وتوبة ربي نسى استجب يا رب أن تكون واخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي جوابا حسنا لدى منظر المسيح المرهوب نسى استجب يا رب بعد ذكر القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة أيتها الفعل قدسها والدة الإله خلصينا لنودع أنفسنا بعضنا بعض كل حياتنا للمسيح لنا لك يا الرب في رفعة ابنك الوحيد والذي أنت مبارك معه وما روحك الكل قدس الصالح وسنة الحياة لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين Yeah.
روحك أيضا. بلنا بعضنا بعضا حتى لا تلف باتفاق مفرد. حبك يا رب قلبك بآب وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوهر وغير الأبواب بحكمة لنصري. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآف الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر، وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي. آمين. لنقف حسنا، لنقف بخوف، لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلامة ذبيحة تسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة روح القدس لتكن مع جميعكم. ومع روحك قلوبنا فوق هي لنا عند الرب لنشكر الرب لا حق وواجب للآب والابن والروح القدس ثالوث متساو في الجوهر مجدي أصنام
الأعالي مبارك الآتي باسم الرب الصلاة في هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. اشربوا من هذا كلكم، هذا هو الدم الذي العهد الجديد الذي يهرك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. آمين. لك ملكا نقدم لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، يا إله أهلنا وخاصة أجل الطاهرة القداسة فائقة البركة المجيدة سيدتنا والدنا الدائمة البتولية مريم. استبشري أيتها الأرض بالفرح أعظم ويا سماوات سبحي مجد الإله إن والدة الإله بما أنها تابوت حي لله فلا تلمسها يد مدنسة. أما شفاه المؤمنين فلترتل نحوها بصوت الله
ما لك بغيري فطور بابتهاج هاتفا افراحي يا ممتلي وهبه لك ليسك المقدسة بسلام صحيح موافق مكرم أمد الأيام مفاصلاً كلمة حق باستقامة وهل جميعنا كافة وآتنا نمجد بفم واحد وقلب واحد ونصبها اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. ولتكن مراحم الله الذي مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا كيريا إليسون هذه المكرمة التي قدمت وقدسات ربي نطلب يا رب رحم لأن إلينا المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكيا يرسل لنا عوض نعمة الأيام وموهبة الروح القدس نطلب كيريا إليسون أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب يا رب رحم اعوذ وخلص وارحم واحفظنا الله بنعمتك كيريا إليسون ان يكون نهارنا كله كامل مقدسا سلامين بلا خطيئة من ربنا السال استجب يا على
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس والآن وكل آن وإلى دهر الدهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. يوسنا للرب لك يا الذي أنت مالك المحروم عليك كل غسوب صالح والصدع آل وكل وان وإلى زال الداهرين. القدسات للقديسين قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله استبشري أيتها الأرض بالفرح العظيم، وسبحي يا سماوات مجد الله، إن والدة الإله تبوت لله حي ناطق، فلا تلمسنها أبدا يد ندانسة. أما شفاء المؤمنين فلترنموا لها بصوت الملائكة بدون صمت هاتفة عن سرور. السلام عليك يا ممتلئة نعمة، الرب معك. وسبحي يا سماء مجد الله، قد خلقتنا وميس الطبيعة يا فتاة بحبلك بالإله حبلا يسمى فإنك وأنت ذات طبيعة فانية تنزهت في ولادتك عما يخطأ
حق واجب تسمع السلام عليك يا ممتلئ نعمة الرب معك. استبشري أيتها الأرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماوات مجد الله. كيف تدرين لبنا أيتها العذراء النقية؟ إن اللسان البشرية يعجز عن وصف ذلك، فإنك ظهرت شيئا غريبا عن الطبيعة يتجاوز حدود ناموس الولادة، فلذلك بحق واجب تسمعين الهتاف السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. أيتها الأرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماوات مجد الله. إن الكتب الشريفة التي وضعها الله فقد تكلمت عنك على الطريق الرمزي يا أم العلي، فإن يعقوب حين رأى قديما السلم التي تقدمت فرسمتك هدف يقول هذه مصادة الله، ومن ثم بحق واجب تسمعين الهتاف السلام عليك يا ممتلئ نعمة الرب معك. استبشري أيتها الأرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماوات مجد الله. العليقة والنار قد كشفت لموسى كلم الله معجزة عجيبة، فطفق يلتمس على ممر الزمان نجاز ما رأى فقال خوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. الله الرب ظهر لنا
مبارك الآتي باسم الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأنني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل المسيح. اقبل ابتهالا من شفاه دنيسة وقلب مرذول ولسان غير طاهر ونفس متدنسة، ولا ترفض أقوالي ولا سجيتي ولا وقاحتي، بل هب لي أيها المسيح أن أتكلم مجاهرا بما قد رأيته، وبالأجدر علمني ما يجب أن أصنع وأقول. قد أخطأت أكثر من الزانية التي إذ علمت أين مقرك ابتاعت طيبا فأتت بجسارة لتدهن قدميك. أيها المسيح سيدي وإلهي، فكما لم تقصي تلك لما أتت من صميم قلبها، لا تقصني وأنا أيضا أيها الكلمة، بل امنحني أن أمسك قدميك وأقبلهما وأدهنهما بجسارة بمجاري الدموع مثل طيب جزيل الثمن، واغسلني بدموعي وطهرني بها أيها الكلمة، واصفح عن زلاتي وامنحني المسامحة، لأنك عارف كثرة شروري وعالم بجراحاتي وملاحظ كلومي، لكنك عارف أيضا إيماني وناظر نشاطي وسامع تنهدي. ولا يخفى عليك يا إلهي وصانعي ومنقذي قطرة من دموعي ولا جزء من القطرة، وقد عرفت عيناك عدم عملي، وفي مصحفك مكتوب ما لم أفعله بعد أيضا. فانظر إلى تواضعي وتعبيما أكثر مقداره، واغفر لي خطاياي جميعها يا إله الكل، لكي بقلب طاهر وفكر مرتعد ونفس منسحقة أتناول أسرارك الطاهرة الكلية نقاوتها التي بها يتأله ويحيا كل من يأكلها ويشربها بقلب نقي. لأنك أنت قلت أيها السيد، من يأكل جسدي ويشرب دمي هذا يثبت فيا وأنا أكون فيه، فقول سيدي وإلهي هو صادق على كل حال، لأن من يساهم النعم الإلهية والمؤلهة لم يكن وحده، حاشا، بل معك أيها المسيح ضوء الشمس المثلثة المنير العالم.
فلكي لا أكون وحدي منفصلاً منك يا مانح الحياة ويا نسمتي وحياتي وبهجتي وخلاص العالم، لذلك تقدمت إليك كما أنت ناظر بدموع وبنفس منسحقة طالباً أن أستمد نجاة زلاتي وأتناول بغير دينونة أسرارك المانحة الحياة البريئة من العيب، لكي تثبت معي أنا المثلث الشقاوة كما قلت، كي لا يجدني المضل منفصلاً عن نعمتك فيختطفني بغش ويضلني مبعداً إياي عن أقوالك المؤلهة. لأجل ذلك أشثو لديك وبحرارة أهتف إليك كما قبلت الابن الشاطر والزانية لما أتت إليك، هكذا اقبلني أيها الرؤوف أنا الزاني والشاطر، لأني أيها المخلص بتقدمي إليك الآن بنفس منسحقة أعلم أن ليس أحد غيري أخطأ إليك كما أخطأت أنا ولا فعل الأفعال التي فعلتها أنا، لكنني أعلم هذا أيضاً أن لا عظم الزلات ولا كثرة الخطايا تفوق طول أناتك الكثيرة ومحبتك للبشر القصوى يا إلهي، لكنك تطهر وتبهج التائبين بحرارة بزيت الترثي والإشفاق جاعلاً إياهم مشاركي النور ومساهمي لاهوتك بغزارة وسخاء. والأمر المستغرب عند الملائكة وأوهام البشر هو مفاوضتك لهم دفعات كثيرة كمحبيك الخصيصين، فهذه أيها المسيح تصيرني جسوراً، هذه تجنحني وتجعلني واثقاً بإحساناتك الغنية، فأتناول النار فرحاً ومرتعداً معاً إذ إني عشب، وذلك لعجب غريب إذ قد أتندى بحال لا يوصف مثل العليقة قديماً المضطرمة بغير احتراق، لذلك بعزم شكور وقلب متيقظ وبأعضاء نفسي وجسدي الشاكرة أسجد لك وأعظمك وأمجدك يا إلهي بما أنك مبارك الآن وإلى الدهور آمين. أسجد لك وأعظمك وأمجدك يا إلهي بما أنك مبارك الآن وإلى الدهور آمين. أسجد لك وأعظمك وأمجدك يا إلهي بما أنك مبارك الآن وإلى الدهور آمين. أيها الرب يسوع المسيح، حكمة الله وسلامته وقوته، يا من أنت وحدك نقي وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر اليوم رأسُ خلاصينا وإعلان السر الذي منذ الدهور، فإن ابن الله يصير نالبث وجبرائيل بالنعمة يبشر، لذلك نحن معه فلنهتف نحو والدة الإله. افرحي أيتها الممتلئة نعمة الرب معك، كل حين لنا وكل وان وإلى داهية آمين. لقد تناولنا أسرار المسيح الهي المحيي الرهيبة الغير مائة السماوية المحيي الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب
حق الشكر. نشكر الرب دائما. راض المخلص وارحم. خذنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد كل نهار كله كاملا مقدس سلامية بلا خطية. ربي نسأل استجب يا رب. لأنك أنت تقدسنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس والآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أخرج بسلام من الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا أب. يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملا كنيستك وقدس الذين يحبون بها بيتك. أنت الشريف معول ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن متكين عليك. وهب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنود ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من دونك يا أبا الأنوار، فلك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان ولدى الداهرين. آمين.